تنطلق القمة الخليجية 36 وسط تحديات سياسية تمر بها المنطقة العربية والإقليمية، وتشكل تهديدات لمسار الأمن والاستقرار الخليجي والإقليمي والعالمي، حيث تتناول القمة آفة الإرهاب العابر للحدود والأزمة اليمنية والملف السوري والقضية الفلسطينية، إضافة إلى أمن الطاقة وتقلبات أسعار النفط. قمة خليجية تعقد في موعدها لمناقشة ملفات مرتقبة وساخنة أمام تحديات كبيرة تعج بها المنطقة العربية، لا سيما في اليمن وسوريا وباقي دول الوطن العربي. الثقل السياسي والاقتصادي لدول الخليج عالميا جعلها محط أنظار العالم، خاصة في الأزمات السياسية التي تشكل تهديدات لمسار الأمن والاستقرار الخليجي. فالأزمة اليمنية تحظى بنصيب الأسد من اهتمام قادة مجلس التعاون، الذين لطالما أصروا على أن الحل هناك لن يكون إلا بحل سياسي توافقي يضع مصلحة اليمن وشعبه على رأس قائمة الأولويات. وأمام هذه الأزمة اليمنية التي حاول طرف فيها الانفراد بالبلاد ومقدراتها، لكن الموقف الحازم والحاسم لدول المجلس بدعم الشرعية كان الحصن الحصين الذي حافظت به دول المجلس على اليمن ككيان مستقل وقائم بذاته وكدولة تحكم نفسها ولا يحكمها الآخرون من الخارج. أزمة تلو الأخرى يعمل قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على وضع الحلول المناسبة لها من منطلق حماية النفس البشرية من الإرهاب، والذي تتصدر ملفاته أجندة قمة مجلس التعاون، لا سيما فيما يتعلق بالشباب ودعمه حتى لا يكون أداة بأيدي الجماعات والمنظمات الإرهابية. الأزمة السورية بكل ما تحمله من آلام ومآسي تدمي القلوب دفعت دول المجلس لمضاعفة جهودها السياسية والدبلوماسية للم شمل المعارضة السورية المعتدلة ودعمها بما يضمن تحقيق الحرية لشعب سوريا الشقيق الرافض للطغيان والمتطلع للحياة الكريمة أمام نظام أجرم بحق الحجر والشجر قبل الإنسان السوري ووطنه. ملفة أخرى لا تقل أهمية تعرض على القمة 36 لدول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها العدوان السافر للاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته في حق الشعب الفلسطيني، فضلا عن تحديات التهويد للقدس المحتلة، وهو ما سترفضه دول المجلس جملة وتفصيلا وستؤكده القمة كعادتها على الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ومساندة حقوقه. أما على المستوى الاقتصادي تأتي مسألة تقلبات أسعار الطاقة وأمنها ومشاريع الطاقة المتجددة في قمة الأولويات التي سيبحثها القادة وفق منظور المصلحة العليا لمستقبل مجلس التعاون الخليجي ودوله، والتي تسعى من خلال هذا المستقبل لتحقيق التكامل الاقتصادي بعد أن أنجزت الكثير على المستويات الأخرى.